التطرف هو الابتعاد عن الوسطيه والتمسك بطرف محدد وبذلك يقل التوازن المادي او الفكري كلما زاد الابتعاد ويقترب المرء فيه من التيه اكثر كلما تطرف اكثر. الوسطيه سمه الاعتدال الاسمى وهي حق شرعي تتجلى فيه حقوق الانسان. لذلك اتخذها الاسلام منهجا محذرا من التطرف. تعود جذور التطرف في الاسلام الى الثلث الاول من القرن الثامن الهجري كحاله عليا اما الجذر الاول منذ فجر الاسلام الاول. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج لعبه الوعي وحلقه اليوم بعنوان البيئة المناسبة لنمو الفكر المتطرف. بداية دعونا نتعرف هل حواضن التطرف كفرد ومجتمع وسيحدثنا عنها ضيفنا الباحث الاستاذ حسيني الاطرقشي. طبعا للتمييز سيدي الكريم ما بين التطرف والارهاب، الارهاب ينمو في بيئة فردية او حواضن فردية على عكس التطرف هو حالة مجتمعية سائدة. لذلك توصم المجتمعات بالمتطرفة وليس الأفراد أو أنهم أفراد من ضمن مجتمعات متطرفة المجتمعات لا تصنع التطرف ما يصنع التطرف هي استراتيجيات التحكم بالشعوب كما يصفها المفكر نعومة شومسكي هذه الاستراتيجيات من ضمنها عشر استراتيجيات الأهم في هذه الاستراتيجيات التي تجعل المجتمع حاضنا للتطرف هي استراتيجيات الوهم حينما يعتقد المجتمع او الافراد او الجماعات المجتمعيه انهم يعيشون المعرفه لكن في الحقيقه هم لا يعيشون المعرفه هم يعيشون مجموعه اوهام وهم الذاكره وهم التركيز وهم التصحيح وهم الانتباه الى ان تصل في المساله الى اخطرها وهي وهم المعرفه وهم المعرفه هي اذكاء لسياسه التجهيل في مجتمع ما عن طريق سياسات معينه لتجعل هذا المجتمع هذا المجتمع المجهل يعتقد بانه يدري لكنه في الحقيقه هو يعرف ما تريد الماكينه المتخفيه خلف ستار السياسه، الدين، المجتمع المدني، الاقليم، المجتمع الدولي هو يعرف ما تريد هذه الماكينه ان يعرف. فبالتالي هو يعيش هذا الوهم هذا الوهم وهم المعرفة يوضع على طاولة التشريح الفلسفي فيقال نقيض المعرفة هو الجهل فهل هناك ما هو أسوأ من الجهل فتأتي علم النفس الاجتماعي أو السياسة الاجتماعية لتجيب تقول نعم هناك ما هو أخطر من الجهل هناك وهم المعرفة حين يعتقد الفرد او المجتمع بانه يدري لكنه لا يدري، هنا سيتحول الى مجرد ذاكره صوريه او ذاكره الكترونيه لما تمليه عليه الماكنه التي تقف خلف الستار. وهنا سوف يتصرف هذا المجتمع مع التطرف ويكون حاضن للافكار المتطرفه بكل رحابه صدر لانه يعتقد ان افكاره المتطرفه هي افكار صحيحه. وان هذه السجيه وهذه المزايا هي مزايا لا غبار عليها بالتالي هذا المجتمع نفسه سيدافع عن اي فكره تنوير من اجل انتشاله من قعر الظلام هنا سيتحول المجتمع الى قاتل نفسه وقاتل للافراد بل انه قاتل للمستقبل كيف يكون المجتمع قاتل للمستقبل يكون المجتمع قاتل للمستقبل حين يورث الافكار المتطرفه الى الاجيال القادمه وتكتسب هذه الافكار صبغه الحقيقه والقدسيه والامل انذاك لا يستطيع احد ان ينتفض بوجهها ومن سينتفض سيصنف على انه عدو للمجتمع الفرد مره يكون مستقبلا لهذه الافكار ومره يكون مسوقا لها والسؤال هو متى يكون الفرد مستقبلا ومتى يكون مسوقا ضيفنا الباحث في علم الاجتماع الدكتور احمد الربيعي. المجتمع بطبيعه الحال او النظام الاجتماعي دائما يتكون من انساق وهذه الانساق متمثله اولا بالنسق الاسري، بالنسق التربوي التعليمي، النسق الاقتصادي، النسق الديني، النسق السياسي. هذه الانساق مهمه في طبيعه النظام الاجتماعي. فمتى ما صارت هذه الانساق بصوره صحيحه صارت الحياه الاجتماعيه منتظمه اي ادت الى الاستقرار والامن في المجتمع، ومتى ما اصبح هناك خلل وعدم توازن بين هذه الانساق اصبح هناك حقيقه فوضى وعدم استقرار. وما امثله ذلك كثيره في هذا الجانب التطرف، فلذلك نجد ان عندما يصبح خلل في هذه الفتره من حياه المجتمعات هنا يصبح آآ آآ الاثار واضحه فعندما نتكلم عن التطرف فنجد انه مره يكون مستقبلا الفرد للتطرف نتيجه للوضع المالي مثلا المزدري للحصول على مال ومكسب مادي وهو يصبح بطبيعه الحال ضحيه لهذا التطرف ونحن شاهدنا في فترات سابقه وموجوده في المشت... في طبيعه المشهد العراقي كثير من هذه الحالات ومرة يكون الفهم الخاطئ للدين يعني أنه نعرف أنه طبيعة عوام الناس عدم تعمقهم الواسع في معرفة الدين بصورة حقيقية من أصوله من منابعه الأصيلة فلذلك يصبح ضحية في هذا الجانب كثير من الأفراد إضافة إلى أنه قضية الجهل التي تصبغ عليهمها في هذه الصبغة اذا هنا يعتبر حقيقه في هذا الجانب اما عندما يكون مسوقا نعم هذا هناك جانب اخر عندما تكون هناك جماعات لها الرغبه في العنف الرغبه في عدم الاستقرار واللي ربما تكون مدعومه من جوانب سياسيه وهذا شاهدناه ايضا المشهد العراقي حقيقه مشهد كامل وواضح في كثير من الحالات الاجتماعيه للحصول على مكاسب اقتصادية للحصول على إمارة للحصول على منصب سياسي للحصول على مركز مهم في الدولة تهديد فلذلك الوسيلة الوحيدة له في هذا الجانب لكي يصل إلى مبتغاه فهو أنه يكون في استخدام هؤلاء الناس الضحايا بكسبهم وبدعمهم المادي والأمور الأخرى لكي يحقق آماله وغاياته في هذا الجانب التطرف فيروس يصيب العقول التي تفتقد للمناعه فتكون حاضنه مناسبه للسيطره على خلايا الدماغ البشري. للشرطه المجتمعيه تماس مباشر مع نماذج مختلفه يحدثنا عنها المهندس العقيد احسان الاسدي. فيما يخص التطرف الذي يبدا بالفرد. كل سلوك او حاله تبدا بالمجتمع تبدا من فرد او مجموعه افراد على حده يبدا بتسويق الافكار والتصرفات على المجتمع الذي يعيش ضمنه ويمرر من خلاله الافكار والتصرفات التي يطمح من اجل تسويقها والعمل عليها. فهذه التصرفات تجد البيئه المناسبه حسب تدرجات فئات المجتمع. وغير محصوره ضمن فئه معينه. قد تكون انه ليس بفئه غير المتعلمين او مجتمع ومجتمع اخر لا تشمل جميع المجتمعات. هذا الموضوع تطلب جهد ودراسات من اجل معالجه هكذا تصرفات. فتوجهت وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه بشكل عام من اجل محاربه اي حاله تصيب المجتمع وتبدي بتصرفات تسيء الى سلوك الفرد والمجتمع وتؤثر على ممتلكاته وامن وسلامه البلد بشكل عام من هذه الامثله التي حصلت ما حصل من تنظيم داعش وكيف انطلق بين فئات معينه ونشر افكار تسببت بمقتل اعداد كبيره من المواطنين العراقيين وتهجير وتدمير للبنى التحتيه وكان هنالك اتفاق بمختلف الاراء دوليا وعربيا وحتى ضمن المجتمع العراقي بانه مثل هكذا افكار هي تدمر المجتمع وتدمر كل ممتلكات المجتمع العراقي. مشاهدينا الكرام لنشاهد معا نموذجا خاصا لشاب يكشف لنا كيفيه انزلاقه في مثل هذا المنزلق المخيف. أحياناً الإنسان يحتاج إلى رجة قوية لعقله حتى يعيد توازنه ويصحى من غفلته لأن بالشكل الطبيعي إذا اقتنع بعقيدة معينة دينية أو سياسية راح يتمسك بها أكثر لأن ما يسمع عنها بس الحالات الإيجابية من خلال نفس الأفراد اللي منتمين لهذا الحزب أو الجهة اللي تحمل هالعقيدة. ويوم بعد يوم يصير درع دونها ويوصل إلى التضحية من أجلها ياما ما ناس ضحت حتى بأرواحها واني من الناس اللي يقتل شخص لأن اختلف وياي وتجاوز على الجهة اللي أنتمي إلها وبحالة عصبية وانفعال بلا معنى وبعد ما شفته مات قدامي انصدمت وبقيت ما أعرف شو أسوي بقيت واقف قدامه أشوفه وهو ميت ولو ما شخص عاقل إجاني وسحبني قبل لا يوصلون أهل المقتول ويقتلوني كان انتقلت بساعتها اخذني البيته واقنعني ان اسلم نفسي للشرطه وانحكمت ودفعت فصل عشائري. لا الجهه اللي منتمي الها فادتني ولا غيرها دفعت الثمن انا واهلي غلطه ثمنها باهظ جدا. طبعا بعد ما ارتكبت الجريمه فورا اجتني صدمه وصعقه كانه كنت اعمى وفتحت او كنت مجنون وصحيت ظليت اسال نفسي ايش سويت بروحي؟ ومن اجل منو قدمت حياتي؟ الجماعه لها دور اكثر تاثيرا لنشر الفكر المتطرف، ويعد الحاضنه الاكثر اهتماما لدى الجهات المسوقه. في المحور الثاني من برنامجنا لعبه الوعي، سنتحدث عن حاضنه اخرى لتشكيل بيئه متطرفه وهي الجماعه، اي التكتلات التي تحمل عقيده ما. كيف يتم استغلالها أكثر من صنف فقه الجماعات أو رؤى الجماعات هو المفكر غوستاف لوبون في نظريته سايكولوجيا الجماهير يقف غوستاف لوبون مستقرئا الأحداث السياسية في العالم ومستشرفا للأحداث القادمة في المستقبل يقول غوستاف لوبون في هذه النظريه او في احد زوايا هذه النظريه ان المجتمعات او ان الشعوب عفوا بصوره ادق ان الشعوب التي ترزخ تحت ظل سلطه استعماريه او فاشيه او دكتاتوريه تحتكر هذه السلطه المنفعه لنفسها وللرعيل الاول منها وتمارس ضغوطا فكريه عن طريق الاعلام والموجهات الاجتماعيه وتغتال النخب والقدوات رمزيا او معنويا. ماذا سينتج انذاك؟ سيتحول الشعب في دوله ما تتسم بهذه الظواهر يتحول الى مجموعه من الجماهير. هذه المجموعه من الجماهير او مجاميع من الجماهير تكون مقسمه وفق الاثنيات والاعراق والطوائف والقبائل والمذاهب. والملل وغيرها. اذا ماذا سيحدث؟ سيكون هناك قتل للهويه الوطنيه الام واحلال محلها الهويات الفرعيه. ظهرت في نهايه الالفيه الثانيه وبدايه الالفيه الثالثه جماعات تحمل افكارا غريبه جدا ولهذه الجماعات اسرار وخفايا غريبه. ما هي الطرق المؤثره كل هذا التاثير؟ الذي تلاعب بالفكر العقائد لهم وكيف يمكن الوقاية منها السياسة الأمريكية وما تبعها وما جاورها من السياسة الغربية والسياسة الأخرى المتمثلة باتحادهم حقيقة لديها نظرة واستراتيجية بعيدة المدى هسه قد يسال الواحد يقول كم اقول انه سنوات لعله تتجاوز 25 سنه 30 سنه 50 سنه بهذه الحدود فبالتالي هم ينظرون الى ثلاثه عوامل، اولا الجانب الاستراتيجي يهتمون بالجوانب الاستراتيجيه لضمان امنهم الاستراتيجي والامن القومي لهم وبالتالي الجانب الاخر الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي مهم هو أمان الغذاء الاقتصادي واستمرار ديمومة الاقتصاد لهم ونحن حقيقة لعله أقول ابتلينا لأنه عدم استخدامنا لمواردنا المعدنية بما فيها النفط في دول الخليج ومنها العراق نجد انه العراق يحتل الصداره في اصدار النفط وهذا اصبح مصدر استقطاب لهذه السياسه العدوانيه لامريكا والدول المتحالفه معها، كما انه الجانب الاخر وهو الجانب المهم الجانب العقائدي، وهنا حقيقه نجد ان السياسات الاجتماعيه والفكريه الايديولوجيه اصبحت في صراع دائم مع هذا الفكر. وهناك عالم امريكي وهو منظر في السياسه الامريكيه اسمه هنتكتون وهذا صاحب كتاب مؤلف صراع الحضارات اصبح له دور كبير على المستوى الفكري في العالم باجمعه واسره يقول ان امريكا ويعني الدول المتحالفه الدول الغربيه يقصد بها ان الخطر المهدد لنا هو من الحضاره الصينيه الكونفوشوسيه ويؤكد بالتاكيد اللازم والاكيد انه الحضاره الاسلاميه وحقيقه هو يقصد بالحضاره الاسلاميه هو جاء به من مذهب اهل البيت وما احتواه هذا المذهب من اصاله وفكر متجذر واصل ولا اريد ان افتح في موضوع ليس في محله الان. اما حقيقه اساليبهم الذي اتبعوها فكانت اساليب خداع ومكر وحقيقه تضليل لكثير من فئاتنا وخاصه الشباب والاعمار التي تكون في مستوى الفتيان استغلوا ذلك كثيرا في كثير من مجالاتهم التي عاودت منذ فترات طويله وقديمه. أما بالنسبة للوقاية فالوقاية تشتمل أولا على آليات الضبط الاجتماعي الموجودة سواء كان الضبط الاجتماعي الموجود على مستوى القانون لا بد من تفعيل القانون آليات الضبط الاجتماعي الموجودة في الأسرة نحتاج إلى إنه الأسرة أن تقوم بواجبها اتجاه أبنائها ومراقبتهم كذلك وسائل الإعلام الموجودة لا بد أن تكون في هذا الجانب لتكون تؤدي تبليغ حذر إلى المواطنين كافة بعض هذه الجماعات تتخذ بعض الافراد فتضعهم في خانه التقديس وكانهم يعيشون عصر ما قبل الاسلام وعند الشرطه المجتمعيه نماذج مختلفه وتصنيفات متعدده من خلال التعامل مع هكذا جماعات. هنالك مثال للاشخاص اللي يكونون قدوه او قدوه سيئه. مثل بعض التصرفات اللي حصلت مع المحتوى الهابط اللي بدأت وزارة الداخلية بمعالجات بعد ما كان هنالك انتشار لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واللي بدأ شبابنا يعتبرهم قدوة وهم كقدوة سيئة لبعض التصرفات التي تسيء الى الذوق العام وتسيء الى كل مقومات المجتمع العراقي فكان هنالك تحرك من وزاره الداخليه وبالتعاون مع القضاء العراقي من اجل محاربه المحتوى الهابط الذي بدا يسيء الى مجتمعنا ويوجه بوصله الشباب العراقي باتجاه سلوك منحرف وتصرفات مسيئة ومخلة بالذوق العام كان هنالك تعاون وصحوة من قبل المجتمع بهذا الاتجاه ولاقى هذا الموضوع تأييد كبير من كل فئات المجتمع لكونه يحافظ على مقومات مجتمعنا العراقي والاداب العامه تعمل الشرطه المجتمعيه وكل مفاصل وزاره الداخليه من اجل حمايه الفرد والمجتمع بشكل عام وحمايه ممتلكاتهم و كل ما يؤثر على عمل وتصرفات المجتمع بشكل عام فكان مكافحه المحتوى الهابط جزء من معالجات وزاره الداخليه بعد ما بدات هذه الحاله بالانتشار الفيروس الفكري من اقسى انواع الفيروسات واكثرها انتشارا وتبقى الوقايه خير من العلاج والمناعه الفكريه هي الاولى مشاهدينا الكرام في الاسبوع القادم وفي نفس التوقيت نلتقيكم مره اخرى وايضاحات اخرى عن التطرف وكيف نواجه خطره